أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا يوثق الاستجابة الاستراتيجية لمملكة البحرين حول تفشي جائحة كوفيد-19. هذا التقرير يعرض كيف تمكنت مملكة البحرين من التغلب على تحديات جسيمه من خلال التاهب والاستجابة المبكرة. من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته سعاده الدكتوره جليله بنت السيد جواد حسن وزيره الصحه والدكتور احمد بن سالم المنظري مدير منظمه الصحه العالميه لاقليم شرق المتوسط بمناسبه زيارته لمملكه البحرين تم اطلاق تقرير حول النظره التفصيليه على استجابه البحرين لجائحه كورونا والدروس المستفاده منها حيث ان الازمه الصحيه غير المسبوقه التي نجمت عن الجائحه هددت صحه الافراد والمجتمعات في جميع انحاء العالم، لكن مملكه البحرين استطاعت ان تكون من اوائل البلدان التي يتم توثيق تجربتها مع هذه الجائحه من قبل منظمه الصحه العالميه. احنا التوثيق مو بس من اجل التوثيق لان المنظمه في النهايه مهم بالنسبه لها، لو لا سمح الله صار جوائح مشاكل صحية أخرى تجي وتقول للدول الأخرى تجي للمجتمعات الأخرى هني عندكم تجربة ناجحة كان مقوماتها واحد اثنين ثلاث في قيادة في تناغم بين المجتمع في قيادات المجتمع كانت موجودة التطور في زيادة عدد العاملين في مختلف المجالات كل دي النقاط تم توثيقها في دراسه الحاله لمنظمه الصحه العالميه بسبب النجاح اللي كان موجود ولله الحمد في مملكه البحرين من اجل الاستفاده منها في البحرين في المنطقه وحتى على مستوى العالم التقرير سلط الضوء على خطه مملكه البحرين من خلال وضع خطط استباقيه للتعامل مع هذه الجائحه فقبل ثلاثه اسابيع من الابلاغ عن الحاله الاولى في البحرين تم تشكيل فرق عمل وطنيه طبيه لمكافحه الجائحه بالاضافه الى غرفه عمليات مجهزه على مدار الساعه وقبل اكتشاف الحالة الأولى، تم إطلاق حملة وطنية متعددة اللغات لمكافحة الجائحة مصحوبة ببيان إعلامي معد مسبقًا لتحقيق المشاركة المجتمعية، وتعزيز الوعي على جميع مستويات المجتمع، وتقديم التوجيهات التقنية السليمة بشأن كيفية منع انتشار المرض. وحينما اكتُشفت الحالة الأولى، كانت فرقة العمل على استعداد للبدء في استجابة شاملة على مستوى الحكومة بأسرها. إحنا طبعا في البحرين كان الاستعداد لمكافحه كوفيد 19 ابتدى واقعا قبل اول اكتشاف اول حاله ويمكن هذا الموضوع الجميع يعرفه في الوقت الحالي ولا يمكن ان ننسى في هذا السياق الالتزام التام والذي كان على اعلى مستوى سياسي ودوره الفاعل في نجاح استجابه البحرين للجائحه فقد تمكنت البحرين بقياده جلاله الملك المعظم ودعم ومسانده صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من قطع اشواط كبيره لضمان اعلى مستوى ممكن من السلامه والحفاظ على صحه جميع المواطنين والمقيمين وعافيتهم اهم النقاط اللي تتميز فيها ويتميز فيها مجتمع البحرين هو هذا التناغم بين القياده الحكوميه والسياسيه والقيادات المجتمعيه بمختلف درجاتهم ومختلف مسمياتهم هذا واقعا كان تمثل بوضوح خلال فتره الجائحه الثقه المتبادله بين المجتمع كافراد وكقيادات للمجتمع وبين القياده السياسيه والحكوميه كان تمثل بوضوح هني لان احنا حق نسوي اي نجاح بالنسبه للمجتمع كنا نحتاج الجهتين هذا وقد تم تنفيذ عده انشطه منها الوقايه والتاهب والاستجابه على وجه السرعه في كافه القطاعات من خلال نهج الحكومه باكملها والمجتمع باسره وذلك بدعم من مسؤولي منظمه الصحه العالميه الدوليين والمحليين